الو شو يا زلم باين عليك بعدك نايم والله ها؟ لا من صوتك مبين بعدك نايم صار لي اكثر من ساعة بستنى تليفونك لا تخاف ببعث لك اياها على الايميل فورا طيب يلا لا بدي اخلص من هالعمال عاد يلا مع السلامة مع السلامة صباح الخير رفيق شو هذا ما في شغل كله قر 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 يلا خلاص ظل هذا آخر بيت يلا شغل شو مو بيبلو قطرة انت شو فيك اليوم ليه شي محرج ترى هذا القطر في داي واختار لي تباه ابوي اعطيني هاي البيضة دوك ابوي خدامة لا تعرف تكوي ولا هم يحزنون اصبحنا واصبح الملك لله انت شو فيك اليوم ليش معصب سيقا ما تقضينا عصب لا لينا ليل ولا نهار نهار تدرديق على طول الليل العمال على طول الليل يشتغلون زين تعال بتخبرك وين ساير تعال تريل انا ما بغريوك انا بتريل في المكتب متأخر خير اخ 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 يمكن يكسر كوعي لا تعال فوق سامحني يا اخي دم علي اخ انت شنو نسلك قدام الباب وبستانت عليه شوف يمكن يكسر لحظه الحين خليت لي دار وسانت على انا اتحسب الباب قبل طاح شو مسادنك عليه يا اخي على الاقل اعتذر مني راح تكسر لي كوعي تكسر لي عصي شو صار ساندنا على الباب شو صار يعني ابوي هذا بيت وادم ناس فيه ناس بيتي هذا بيتي والله عارف بيتك ما حدا ماخذ بيتك منك يا اخي جالس ما اقول لك انت مسؤول عن العمال نعم انا مسؤول عن العمال خير شوفي انا البارحه على طول الليل مرقت من الحشره هذه الفجر دنق ودق ور 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 على طول الليل الفجر قصه الفجر والله جد هي جد عين ما بجد زعجوك يعني شنو ما زعجوني حشره اقول لك حشره خلصت حكي خلصت هي. الله يعطيك العافيه الله يعافيك من اللحظه هاي ما راح اخليهم يزعجوك ابدا ولا يدقوا ولا دقه ولا يحفروا ولا حفره شو رايك شو عندك يعني مبسوط خلص بس شوف خاطرهم لهالشباب هيك دللهم الدنيا حر قيض حلوقهم ناشفه وجوههم تقطعت من الشمس زي شو سويت ابغين يعني ولا شيء شويه مي شويه مثل خلق الله شو صاير يعني ما تبغى اسوي لك غدا والله عاد شوف اذا الغدا جاج ولا لحمه صح انا مش راح اكون موجود على الغدا بس لا تشيل لي على جنبها يعني الخروف لا تشيل رجله ولا ايده ولا ابطه الدجاج لا تشيل صدره على جنب ابوي انت ما تستحي لا تستحي ولا تخيل اطلع برا قلت لك عود بالله ضربنا على بيتنا شي كم عددهم برايي يا ابوي برايي بتحصل الاجر والثواب هي وانا بسوي لهم الغداء يلا في مولا مع السلامه السلام عليكم عليكم السلام في فاي فاي شو انترنت وانتو أيوة. تشتغلون هني ايوه انا الصبح اشتغل الحين في بريك شوي تعبان هذا نفر مسكين والله عندكم بريك ليش واقفين هني سيروا وقفوا مكان ثاني يلا ميري ماما داخل جوا وانتي وين سايره This is for the نفرات مسكين زين لا تتاخرين Thank you. Welcome. حرب
حارب بلاك يا ابوي، انت ما رقت من البارحة يا ستنود، زي ما كسرت الطاولة يا ريال من النود. سر ارقد يا اخوي، روح البيت يا ريال. من يومين ما رقت، من يومين يحفروا قدام الباب، قدام باب بيتنا، تدقديق وحشرة، لا عدهم ليل يعرفون ليل ولا يعرفون نهار. بروغم انا لو مكانك اروغم. يحفرون يحفرون الله يسلمك، مالكهرباء يحفرون. إذن سر ارقد عيل، سر ابوي، انا بسد مكانك، واذا حد سال عنك بقول له سر عيادة. شو سر عيادة؟ الكذب حرام. شو سال عيادة؟ تفول علي سار العيادة، سار العيادة، بكمل شغلي انا. دام الكذب حرام، هاي الاوراق ودع عند المدير. اي مدير انت كلك رقاد، اوديهم انا احسن. خلينا البشكارة توزع عليهم ماي وعصير، هذا خطر. شو من خطر بس الله يهداك، هذا اللي يحليلهم فقارة على باب الله، 24 ساعة يشتغلون ليل ونهار. خلينا نحصل الأجر والثواب. يا أمي طيبتك هذه بتسوي لنا مشكلة. حبيبتي ديري بالك، البشكارة تطلع برا ما تعرفين شو تسوي، وبعدين ترى بعد واحد بكل وقاحة يسألني عن الواي فاي ولاسك في اليدار بعد. اصبري اصبري شوي شوي، شو بعد هذا واي فاي؟ انترنت امي. قولي انترنت. المهم لا تسوي لهم وايد سالفه، ترى عندهم شركه مسؤوله عنهم، وبعدين يوم توصين البشكاره شي راقبيها. زين شو نسوي الحين يا امي؟ مسوي لهم غدا؟ ما علي امي، بس وصيها تبند الباب من داخل ان شاء الله. ماريا ماريا. طيب خلص انا بشوف انا بشوف. مع السلامه مع السلامه باشمهندس. الله معك الله معك. ما شاء الله نازلين سف وهف، يخرب بيتكم. ايه قولوا في مهندس، قولوا في ارباب جاي. سلام عليكم. والله هذا مصدق وجايب. وين الخان؟ جاب لكم ياكل عن جد ولحم ها طري. خان ايوه. هذا البيت ما بدي تخلص شغل منه، بدي تحفر على السور الجنوبي والسور الخلفي والسور الأمامي من هناك بعد. بس أرباب منك ما في شغل زيادة. أنت مهبول أنت، هذا أكل مال مفاطن بود أكاهي. شوف أنت ما في مشكل، أنت بعدين سير من هذا البيت، ما في أكل زيادة، كله بعدين ساندويتش، كله بعدين كنا كنا ما في ني بود أكاهي. ها واجب واجب الله واجب. الحمد لله الحمد لله. بس أرباب في مشكلة ثانية باب. ها شو؟ أنا منك كثير ورا سوي شغل، واي فاي ما في. ولا واي فاي موجود جنب الباب، أنا علق معاه جنب الباب. أهلا 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 أهلا، يسعد الصباح. أهلا 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 أرباب، أهلا طويل العمر. سلام. ما شاء الله عليك، يخلف عليك الله يبيض وجهك. صراحة ما قصر. شوف الشباب ما شاء الله بيأكلوا بشهية عالية، عادة يعني نفسهم مسدودة عن الأكل. أي ما شاء الله كانت ترى ستة الكرشة هذه. ها الله يسعدك. بس يعني لو كان في شوية بيبسي، كم قنية بيبسي؟ يبقى الغداء يبقى الغداء. ها ممتاز ما شاء الله ممتاز. إن شاء الله بني بك القناني والمناني. بس الله يخليك، لسه وين حسرة أبغي أرقد. حاضرين طال عمرك. خان أيوة اسمع، رضا الأرباب أهم شيء من أولويات الشغل، ممنوع حدا يحفر ولا يطلع صوت ولا يطلع أي إزعاج، مفهوم؟ ولا هذا كان كان ما بي. لا قل لي خلي ما يعرف تراه، قل لي لا تشتغل هون اشتغل هناك. Don't work here work هناك. أيه. اسمعش يقولك الأرباب، يقولك لا تشتغل هون اشتغل هناك. زين؟ أي نعم. أيه. كسر خيرك أرباب. الله يسلم. بس توصلنا بالواي فاي الله يخليك. إن شاء الله. إذا في شوية بلاليط بعد الغداء. إن شاء الله. بثيثة عصيد أي شيء. استغفر الله استغفر الله. شو هالحالة هذه؟ ربطنا راسنا حشرة، بطلنا رباط بعد حشرة. أنا ما تعرفوا تشتغلون في الليالي، خلوا الناس ترقد. لا حول ولا قوة. كم ساعة هني؟ كم ساعة؟ ده والله بعد الفجر، بعد الفجر ما أذن. لا إله إلا الله يا إنسان. الله طيب يا ساتر
طاف لنا الليل ونحن ما رقدنا، وهذا ولا عنده خبر ولا عنده شيء. عافنا الله حد من رقدت إنه ميت، ما سمعنا الحشرة، ما سمعنا تدبديك. ارحم الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الله ياخذكم إن شاء الله، ما خليتوا حد رقد بحد. لا 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 حقكم الله ياخذكم ان شاء الله. صبر حقكم حقكم الله فضيل. شو عنده؟ اربع. شو انترنت يريد؟ انترنت عين من يشتغل برا مسوي لنا حشره؟ ما في، انا هذا شركه ثانيه، انا ما في مسؤول. انت هذا مسؤول؟ ايوه هذا. لا انا في مسؤول. لا انت اصغر واحد، لازم انت اصغر واحد، لا المسؤول ولا هم يحزنون. شو تبغي؟ انا اريد واي فاي برا. تم رزقكم. وين خشيت انت؟ ارباب. ها أرباب، أنت نفس زين زين، قلب مالي أنت أبيض زين. أنا ريت 5 دقيقة إيرو داخل في السجن. شو 5 دقيقة؟ شو سوي؟ شو سوي؟ إنترنت تريد يكلم بلاك. إيه مو تكلم. ماما موت. أنا ماما موت. بابا موت. أنا بعد بابا موت، ما يصحت بس أنا. بجا موت. اللي بجا موت من حبة تتصل حق الإيران. لا أختي. سيم سيم شكل ماما. ها أنا أروح. بس ولا تلفون يعني. 5 دقيقة بس أنا أتكلم أنا. إيش؟ روح. جا. تا تا. لا مبا. لا شوف أسمع أقول لك. أيوه. أنا بسيب أصلي وبيجي. زين. منيت وشفتكم هنا بحشري لكم. ها؟ بحشري لكم. أرباب افتح باب بسرعة بطل مال. أنا يا عور سر الحمام. ما يريد حمام. سر الدكتور. ما يريد دكتور. أنت في دكتور مال. لا أنا ما الدكتور، أنا في واحد يضرب برحق الكلاب حراقت. لا لا ما يريد، أنت دكتور. شو دكتور؟ وقت أنت يسوي غداء خلي فلفل داخل أكل. زي فلفل الحين تبغى زيادة فلفل؟ أيوة. دايما شيك بطنك عقب تحط لك حمام ورا ظهرك. أرباب سلف عندك أسوي له غوزي؟ لا لا ما يريد، يريد برياني دجاج بس. برياني دجاج صبرت مفتاح. يا هي سالفة الله. شو مشكلة أرباب؟ مفتاح مفتاح. ما في فكر. شو ما في فكر؟ خاني يفتح باب. شو ده بسير؟ وقف مني. ساحر يعني أنت؟ شوف. أرباب والباي. سرعتكم معلوم. طلع عليكم. ايوه في مالو. اقول لك اليوم لا تسوي غدا. ليش؟ لانه بيتعودون والشغاله تخلي تطلع برا. شو مستوي؟ شو مستوي؟ انا صرت اصلي نسيت المفتاح داخل. زين وسكر الباب. يوم قلت لانه واحد متخطر وثاني بطل الباب. لو ما متعود ما بيسويها. يا ابوي لا تستوي وسواسي، العيش الحمد لله مكود، بعدين هذا يصطقع عن روح حلق. لا اله الا الله محمد رسول الله. انها تيش قالت احلبون، ما بسالفه ان العيش ما عيش، سالفه انه بيتعودون بيتعودون. لا لا خلاص 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 اخي، عشان خاطري اليوم بس، باكر الله بسوي لهم وعد. حلو يلا انا سايره الحين تمرين شيء. سلامتك. بس دير بالك الباب خلوه مبند ولا تخلي الشغاله تطلع. سمعتي؟ حاضر ان شاء الله. تامر يلا ما لا. ليش ما في شغل خان؟ ليش كله قاعد ما في شغل؟ وريو زين. قول صباح الخير، قول جود مورنينج. صباح الخير وريو. انت بس همك بطنك يا اخي حرام، هذا نفر ما في ياكل، كيف يجي شغل؟ ايش هذا نفرات ما في جيب ريوق الحين؟ منو جيب ريوق؟ كان ما بي. منو جيب؟ هذا راعي البيت. هذا ما في مسؤول، انت في مسؤول. وضح حسك. اهلا وسهلا يا صباح الخير، الله يعطيك العافيه طول عمرك ان شاء الله. شلونك؟ امين. اسمع اقول لك، انتوا هذه الافره متى بتدفنونها وتكون منها تدقديق ونفتك منكم؟ هذا من واخذ بس ما نكون زعجناكم يعني. يعني اللي عنده له عمله، واحنا الصراحه والله ما لنا قلب نترك هالمنطقه كلها كرمال هالوجه الفليح، والله حبيناك. اسمع اقول لك عن اللواته، هذا عن اللواته تراها. الله يسامحك، شوف هالشباب هاي مثل الورد ملقحه بعز دين الشمس، لا حدا جاب لهم لقمة ولا حدا شاف خاطرهم ولا حدا. يعني خلي السوالف. شوف هاي الباب
عمالك لا تخليهم يقربوا الباب، سمعت؟ حاضرين طال عمرك ان شاء الله. يا اخوي انا باخذ لي 3 ايام اجازه عارضه لين خلصون العمال من قدام البيت. حارب انا ما حيدك تشكى، بلاك يا اخوي عمال يشتغلون اشتبابهم. لا حول اقوه. اقول لك ناصر، قبل يوم الدوائر مسؤوله عنهم، نحن بخير، اذا استوى شيء يتعرفوا انت تشتكي. الحين شو الحين خصخصه وخاصه والى اخره، ليل ونهار يشتغلون همهم الربح بس. اي والله صدقت يا اخوي، لا وانجاز ما شيء بعد. بس تعال انت ما عندك صغارين خاف عليهم، حرمتك والخدام. حتى لو اذونا اغبار ورقاد ما شيء وكل شركه منصوب. ها وين وين ايلس داوم اليوم على اساس يحسبوا لك الاجازه من باكر. شورك؟ اي نعم شوري. وهدايه الله. ماريا انت وين صرتي سنتين عشان تجيبين صحن؟ وين ماما؟ انا رحت البر استريت اسير، الناس برا عشان بدو عصير. لا والله، وانت بامر منو صرتي تجيبين عصير حق نفر عشان؟ منو قال لك؟ سنهلو بدو يشربوا. بدو يشربوا ها؟ والله عز الله كدينا. صدق حارب فيكم ما يلام. سيري على الرمسة، سيري هاتي لي هذا طبقة طبقة صحن بحط أكل. وان طلعتي مرة ثانية من غير شوري لخلي بابا يسوي كنسل في زمان انتي. هاي طبق. هذا طب سيري غسلي طبقة غسلي. مو لازم ماما. شو مو لازم؟ شي هذه العمال مو بشر مثلنا. شو سيري غسلي. ما شاء الله ما شاء الله، هذا شو مضافتي خريوش، ناقصكم مراقيل وشاشة 27,000 إنش. بسم الله. يا سلام يا سلام. دياي بابا، هذا دياي مال مواطن بود الكاهي. يلا داخل سيارة. يلا بسم الله قرب جاي. نفرات مني مني. شوف هذا أكل شوية شوية بس، يقول هذا لقمة هنية كفي واحد 1100. بس تورا توراها بعدين ما في سليب. يلا بسم الله. يلا يلا بابا، خان خان قرب. شنو ويا الكثر؟ شو سلمة هذه؟ حق مجمعين هالكثر؟ أهلان أرباب، كثر الله خيرك، والله ما قصرت، رايتك بيضة. شو أكل؟ تفضل تفضل تغدى معنا تفضل. كلتكم السحار تبص، حق مجمعينهم هالكثر شحقه؟ الله يطول بعمرك، هذول فضلة خيرك عمال الشركة جاي تغدوا. يا ريال وانا شخص لي في الشركة إلا تتغدون ويالسين مكانكم، لا شغل ولا شيء. وهذه اللي فرا من يومين الحين ما حد دفنها ولا تغيرت. يا أرباب انت ما قلت ما بدك حدا يزعجك؟ ما قلت انت ما بتنام الليل، ما بدك طقطقة ولا خرندعة؟ الجماعة قاعدين يتغدوا. اسمع اقول لك، اتغدوا زين وجو الربع كلهم، وما ابغي اشوفه منه الا وقت الشغل. اقول لك رضا، انا ابغي اقفل الانترنت. شو دراني بعد؟ انا ما اعرف انت رمسي مير اللي خليش رمسي هي اذون هذا اللي قدام الباب. ان شاء الله. ماريا يا ماريا، اقول لك لا تسوينها ولا حبه عيش ولا طرشيم لا قهوه ولا شاي ولا شيء. ويتشي شو مستوي في الدنيا؟ عفاني الله مستوي. ايوه ماما. ندوت شاكل من مدام روضه بتخبرك. تشي مستوي انت؟ عفاني الله الاصدقاء. هاي ابوي الواحد اللي بيصدق، عندنا الهلال الاحمر وايد فقره برا، هذا يشتغلون في الشركه الحين من يومين اللي فرق بعدها ما حد دفنها، الا ياكلون ويشربون وبس. ول 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 لدلك لدلك يا ابن الناس، شو هالخدمة ها؟ قطع الانترنت ولك خان. ايوه يا مدير. تعال 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 شوف الفلبيني، خلاص توصل لنا الانترنت، جيب الباسورد الجديد منه. فكر انا في مجنون؟ انا ما في مخ؟ هذا يمسك يضرب انا بعدين ودي بلاد، ما في فايدة. وطى صوتك خير، مديحك على بوزك كله قد الكريك طالع منك قط موي، بدك تطلع شاهم علي بالاخر نقطع. خان خان تعال تعال، اليوم بيجلس لكم يلسه. ايوه رباب. اول وين عمال يشتغلون الحين؟ وين ساروا ولا ظنيون وقت الغداء؟ والله يا رباب كلام مال انت 100% مزبوط. انزين حق تشتغلون بعيد، تبى تدفنون هذه اللي فرمون كم يوم؟ احنا نفتك منكم وتفتكون منا. شوف رباب، انا خلي يولي الشغل منك يجي الشغل مني. إيه؟
بس انت لازم تسوي ترتيب واي فاي. واي فاي هذا قطعناه. ها؟ والريوق الغيناه. والكانه ما طبخناه. يعني اليوم ما في كانه؟ لا ما في كانه اليوم. لا حول ولا قوة الا بالله. بس ارباب انت زين سوي. اه. انت معلوم هذا مهندس؟ قسم بالله زيادة بخيل. كله يريد مال بلاش. زين وين صار صدره؟ هذا ممكن يجي بعد 10 دقيقة 1 ساعة 2 يوم. هي 2 يوم 2 شهر. زين انت جيب العنبان وخليه يدفنون هذا اللي فرط الواحد عند الشيم. خليه يدفنونه فكونا منها يا ود الحلال. اوكي يا رباب اوكي. نسيت انا بعد الفنايل داخل. هاي يا رباب. ما شاء الله ما شاء الله. بشوف الهمه نزلت عليك وفرد مره ولك خان. الله لا يعطيك العافيه. انا ما قلت لك هذه الحفره ما في شغل. خلاص بنت شغل. ارباب خبر شغل. من ارباب؟ ارباب مال هذا بيت نمة هارب. ولك مين ارباب يا مهبول؟ الله لا يعطيك العافيه. خان طلع انت مني. من ارباب مال انت؟ انت في مسؤول. منو يعطي فلوس بيزات مال انت؟ انت يعطي. زين انا يعطي. انا ارباب انت يسمع كلام مال انا. ما في كلام مال نفرات ثاني. انت ما في شغل مني داخل حفره اشتغل منها. يلا سير. سمعتك انا. اهلا. عقب تبغي يشتغلون هناك ما يشتغلون هنا. اهلا ارباب. اهلا والله اشتقنا لك يا ارباب. لا تشتغلي ولا اهلا وسهلا. قم 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 على الكرسي. قم على الكرسي. قم على الكرسي. قم. يعني قم. والله احنا حبيناك. ما بعرف ليش انت ما حبيتنا. لا تحبني ولا شيء. هذا المكان متى بيخلص؟ الحين تشتغلون من هناك شرق وغرب ومخلين هذا اللي يفرى. يا طويل العمر انت ما قلت لنا ما بدك ازعاج. انت قلت لنا ما بتنام الليل ولا نهار. انا قلت لهم قل وش بشويش وشويش تخلص الحفره. انا ما بخوز عن هذا الكرسي. انترنت ما شيء ولا اكل ولا شرب ولا عصير. الله لا يوفق اللي زعجك. خلص مثل ما بدك. انا بحاول كل جهدي انه امن الكيبل من المستودعات. اذا ما امنناه عاد لا حول ولا قوه. شو بدي اسوي؟ شوف انا ما اخذ 3 ايام اجازه. بجلس على هالكرسي بتم على جبوتكم. طيب على راحتك. اللي عنده له عمله. اقعد وارتاح يا سيدي. اقعد وارتاح. بجلس دبكم ادب. اذا الحفره بتنطم قبل اسبوع تعال نتفق اللي هي. وين رايحة؟ أنا بودي أكل برا. منو قالت؟ دائما أنا بودي برا. لا والله على كيفك من راسك. لا شون ولا هدا. دشي داخل هو ودي صينية داخل. بودي أكل برا. دشي دشي يلا يلا هو على كيفك هو. والله صدق حارب فيكم ما ينلام. هذه الصراحة ما منهم أمان. صدق؟ أيوة كيبل موجود داخل سيارة بس هو ما يريد ركب. هي ما يريد ركب. ايه ترى تعود على 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 الشرط ما على برد. شوف مدير انا يقدر يسوي حفره مني بس اذا انا يسوي حفره لازم اجيب كيبل. زين تبي الكيبل الحين؟ انت ما في خوف. انت يجلس مني خان يسوي ترتيب. شو يسوي خان ترتيب؟ تراك انت مثله نفس الطين. الله بلا نبكم كلها مقصه في مقصه. اقول لك ابوك من طلع من الظهر للحين ما رد. واذا ما بيجيكم انتوا ما بيصير عند حد. شو ربع انت شياسة تخربطي؟ ربع ما ربع. ابوك ما يصير عند حد ولا عنده ربع. واذا بيصير معزوم بيصير عند هلا. والحين الساعة 12 وما رد. اسمعيني خلي الرمسة عنك. هاي قولي حق ريلك التنبه هذا يقوم يصير يدور على عمه. الله الله
أرباب انت في موت؟ أقول لك